بالنسبة للخطة الحكومية يكون داخل في خطة ورصيده يكون موجود، فعلى أقل تقدير نحاول إلغاء الخطة القادمة إذا ما قدر نهاية السنة المالية هذا، إذا ما قدر نوجد مناقلة من نفس الباب أنا أعطي أولوية قصوى. هو فعلا عنق زجاجة مو كأنما، لأن ممرين من كل جهة ويلتقن في ممر واحد ضيق، هذا غير كافي لغرض تصريف الحركة المرورية. واجب جدا ومن الأولويات أنه ننشئ ممر ثاني. احنا جادين بإيجاد مصادر التمويل قريبا، أعتقد أنه شرعنا بالتصاميم، كنا في نقاش الأسبوع الماضي، تقدمت المخططات الأولية، راح نحيلها على المكاتب الاستشارية لغرض البت بها وإيجاد مصادر التمويل إن شاء الله في وقت قريب. على بركة الله تم اليوم افتتاح تأهيل جسر السويس. احنا مشينا خطوات إن شاء الله في إعداد تصاميم وحساب كميات للمجسر الموازي لهذا المجسر، لتخفيف الزخم المروري الحاصل في هذه المنطقة. الحمد لله وصلنا اليوم إلى افتتاح هذا الجسر قبل الفيضانات حتى لا يأثر على حركة الطلاب والسابلة والمركبات. إن شاء الله أيام قليلة تفصلنا عن افتتاح الممر الأول في جسر المثنى، ومثل ما تعرفون احنا قبل شهر فتحنا جسر سنحاريب، ان شاء الله راح تكون افتتاح الجسور والمجسرات بالتتابع خلال الفترة القادمة بإذن الله. تم صباح هذا اليوم افتتاح مجسر السويس، هذا المجسر المهم الذي يربط يعني اهم اجزاء مركز مدينة الموصل، طبعا بحضور السيد المحافظ والسادة المسؤولين. هذا المجسر نفذ بتمويل من اليو ان دي بي بإشراف أو بتنفيذ شركة روعة التعمير، هذه الشركة الجيدة التي نفذت أكثر من عمل في مدينة الموصل. المجسر كما ترون تنفيذ جيد، يعني كفاءة جيدة. بلدية الموصل كانت مساهمة منذ اليوم الأول في هذا العمل، في مقتربات في الجسر البديل، هندسة المرور عملت بجد، كوادر بلدية الموصل، تنظيف، كل الأمور، دعم كامل لهذه المشاريع. نحن متعاونون مع جميع الدوائر، نحن مستعدون للعمل ليلا ونهارا لإعادة افتتاح كافة منافذ مدينة الموصل، طرق مدينة الموصل، جسور مدينة الموصل. إن شاء الله هناك السيد المحافظ هناك فكرة لعمل سايت ثاني في هذا في هذه المنطقة، لأن هذا المجسر لم يعد يستحمل الزخم الكامل من المركبات. وإن شاء الله طبعا قريبا سيفتتح السايد من مجسر المثنى، أيضا جسر المثنى الخوصر. إن شاء الله يعني في الأيام القادمة تشهد مدينة الموصل افتتاح كافة الجسور المعطلة وكافة الطرق المغلقة بإذن الله تعالى. بفضل الله سبحانه وتعالى تم افتتاح اليوم مجسر السويس من قبل السيد المهندس منصور المعيد محافظ نينوى. الحمد لله المشروع أكمل قبل المدة المقررة له، فترة العمل كانت 83 يوم. العمل ممول من منظمة UNDP وبإشراف مديرية طرق السور نينوى. أتقدم بالشكر الجزير إلى سيد المحافظ المحترم شخصيا وإلى كل كادر الطرق والجسور وكادر شركة روعة التعمير، وإن شاء الله رفعنا شعار نينوى تستحق الأفضل.